واسكندرية ماريا ترابها زعفران فتحت الشواطئ بتاعتها أمام المصطافين أول أيام العيد باستعدادات وتسهيلات خاصة علشان الصيف، والناس طبعا هجوم دخل، الناس مبسوطة وعاوزة تعيد، وربنا يا رب يبسطهم في كل أيامهم. دكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ازيك يا دكتور؟ مساء الفل، ازي حضرتك يا مساء فندم؟ السعادة، كل ايه، سنة كل سنة وحضرتك وحضرتك طيب. طيب، ومصر كلها بخير، اللهم والأمة آمين. الإسلامية والعربية بخير إن شاء الله. اسكندرية بدأت العيد على طول؟ الحمد لله، النهاردة بداية أول يوم عيد الأضحى المبارك. طبعا شواطئ اسكندرية تفتح ذراعيها لاستقبال المصطفين من جميع ربوع جمهورية مصر العربية. توجيهات معالي الوزير المحافظ اللي هو محمد الشريف، رقم واحد الحرص على حياة المواطنين، رقم اثنين حسن معاملة المواطنين، رقم طبعا ثلاثة الاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة على جميع الشواطئ، أربعة عدم فرض أي إكراميات أو مبالغ مالية زايده عن الرسوم المقرره اللي مقرراها محافظه اسكندريه واللي متوفره في جميع الشواطئ. انا عايز اقول لحضرتك احنا السنه دي بنشتغل ب 65 شاطئ على مستوى محافظه اسكندريه، مقسمين ما بين اثنين شاطئ مجاني والشواطئ العامه والشواطئ المميزه والشواطئ السياحيه والشواطئ الخدمه لمن يطلبها. بنسعد طبعا بخدمة جمهور مصر العظيم وجميع المصطفين اللي بيشرفونا في محافظة اسكندرية. طب دي حاجة محترمة جدا جدا جدا. طب أنا ممكن أسأل على حاجة؟ التصنيفات اللي حضرتك قلتها دي اشرحها لي، معناها إيه؟ الشواطئ المجانية المجاني فندم، مفهوم إنه دي مجاني. شواطئ كان توجيه معالي الوزير المحافظ من السنة اللي فاتت، ودي أيوه امتاز بيها محافظة اسكندرية من العام الماضي، إن الشواطئ دي لا يقوم المواطن بدفع أي مبالغ مالية عند دخوله للشاطئ، بمجرد إن هو بيسلم بطاقة الرقم القومي لأسباب أمنية وعشان إحكام السيطرة والأمن داخل الشاطئ، بيسلم البطاقة بتاعته على بوابة الشاطئ وبيخش بيستلم شمسية وكرسيين وترابيزة مجانا تماما، ما يدفعش أي مليم. حلو، ده الشواطئ المجانية. ماشي. الشواطئ العامة للفرد ويستلم شمسية وكراسي وترابيزة، غرف خلع الملابس مجانا، استخدام حمام التويلت مجانا، يبقى الفرد 500 رقم ليس اكثر، وبقيه الخدمات كلها بيقدمها الشاطئ للمواطن مجانا. حلو قوي، ماشي. يمكن برضو عايز اقول لحضرتك ان احنا كمحافظه اسكندريه تميزنا وانفردنا بان المحافظه الوحيده اللي لديها شاطئ لذوي الهمم وابطالنا من ده من السنة ابطال اللي فاتت. القدرات الخارقه. طبعا مظبوط يا فندم، صح، مظبوط، وده لا زال شغال ويعمل بكفاءه عاليه، سواء كان لاصحاب القدرات الخاصه من الكراسي المتحركه او من ابطالنا من المكفوفين. الشاطئ مؤهل تاهيل كامل لاستقبال ذوي الهمم سواء من اصحاب الكراسي المتحركه او انا شفته بصراحه، ومجهز تجهيز كامل لان يجعلهم ان هم يتمتعوا عظيم بالبحر من خلال استعدادات خاصة لهذا الشاطئ عشان توفير الأمن والسلامة لأصحاب القدرات الخاصة. جميل. إيه الشاطئ المميز والشاطئ خدمة لمن يطلبها؟ خدمة لمن يطلبها دي يا فندم بتبقى التذكرة بتاعته ب 15 جنيه. 15 جنيه دوت لا لو حضرتك طلبت شماسي وكراسي، كويس، إنما لو حضرتك معاك الأدوات بتاعتك الشمسية والكرسي بتوعك فحضرتك بتخش بتدفع 5 جنيه فقط، وبتحط الشمسيه والكراسي بتاعتك وبتستخدم الحمامات وغرف خلع الملابس مجانا. ماشي، والمميز؟ ده الخدمه لمن يطلبها. المميز ده اقصى حاجه اللي هو تذكره ب 25 جنيه، وبيبقى زي مميز وسياحي عشان بيبقى الخدمات المقدمه فيه تبقى اعلى، ومتوفر فيه كافيتريات، متوفر فيه مساحات خضراء، متوفر فيه العاب اطفال،
والشماسي والكراسي بتنزل لحضرتك، واستخدام برضو غرف قلع الملابس والوحدات لتغيير الملابس والحمامات بتبقى مجانا داخل ال 25 10 على 10. انا بشكرك جدا يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. الدكتور محمد عبد الرازق مدير الاداره المركزيه للسياحه والمصايف بالاسكندريه.